السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متابعي قناه طنجاوي في ميكرو تروتوار طنجاوي. اليوم غنتعرفوا على اراء ساكنه طنجة في موضوع رفع الدعم على المحروقات. هذا الموضوع اللي اكد عليه مؤخرا رئيس الحكومه الدكتور سعد الدين العثماني واللي كيتناقش حاليا في البرلمان. غنعرفوا اراء ساكنه طنجة والمواطن الطنجاوي في هذا الموضوع. ما تمشيوش بعيد، خليكم معنا. ما عشتي في المغرب ما عارفش تبوطش حاجة أصلا، شحال كتعمل؟ والله العظيم تثق بيا ما عارفش كاع تبوطش شحال كتعمل. الدعم بوطة ب 120 درهم ولا ب 100 درهم، هذاك اللي هو يا في سلطة القرار اللي هو وزير أو اللي هو برلماني غادي يشريها ب 120 درهم، ولكن المواطن العادي هو غيشريها ب 120 درهم. إذا هنا كنشوف هذه اللغة ديال الدعم لمن كدارس، واش الفئة الهشة أو الفئة البرجوازية؟ خاص التصنيف، خاص التصنيف هذا الدعم لمن غادي يمشي بالدرجة الأولى البيضاء. إلا كان غادي ندعم أنايا الفقير خصنا نحدد المستوى لاكلاس سوسيال، المستوى المتدني، المستوى المتوسط، المستوى البرجوازي، المستوى اللي راه عايش ما كيفكرش هو في البوطة. تستمر في هذا الشيء فعلا شكون كيستافد؟ كيستافد اللي لاباس عليه والكوبري فاش غيستافد؟ شحال غيستافد؟ واخا يترفع ماشي مشكل، واخا يترفع ماشي مشكل، إلا كان ديك الشيء اللي غيزول تعطى الفقراء مزيان. كنظن بعدا خصها تبقى هذا الدعم يبقى المحروقات والمسائل. اما القضيه اللي كيقولوا بان 1000 درهم غتعطى ما كنظنش انا غادي تحقق، وغالبا ما تكونش فيها النزاهه. يعني احنا كنعرفوا كيفاش كتسلك المسائل ديالنا، ولهذا كنظن انا خصو يبقى الدعم 100 درهم. يعني غترفع؟ لا انا ما اختي مع الدعم صراحة. انا مع، لا انا مع خصو يطرح عليه السؤال وخصو يبين ويجستيفي هذاك القرار ديالو. هي الحكومه في حد ذاتها ماشي المواطن، المواطن عنده دور بسيط، المواطن وحلقه ضعيفه، فهمتيني؟ هنا هذا السؤال خصو يطرح على الناس اللي في البرلمان، هادو هما المسؤولين بالدرجه الاولى، لا في الغرفه الاولى ولا في الغرفه الثانيه، هادو هما اللي خصهم يطرح عليهم هذه القضيه، هما اللي خصهم يناقشوا هذه المساله باعتبارهم هما الممثلين الشرعيين ديال الشعب. اما المواطن واخا تيقول الراي ديالو، المواطن واخا تيقول الراي ديالو كيبقى راي يعني فقط، ما عنده حتى شي اساس وما عنده حتى شي تاثير على هذه المستويات هذه اللي كاينه هنايا. انا ضد هذه الفكره هذه، ويعني غيتكرفسوا على الشعب بمعنى الكلمه. يعني واحد ما عنده شي لا ضمان اجتماعي، ما عنده لا حتى شي حاجه، يعني بحال كنقولوا حنا طالب معاشو، يعني لا ما يخدمش ما ياكلش، وانت عترف على الدعم يعني بحال كتقول له انتحر ولا شوف شي دوله اخرى. لا البوطه هذيك ما خدامش، ما خدامش نهائيا. لا ما يمكنش تصلح على البوطه صافي، هذه نبداو ناكلوا في بعضياتنا وصافي. الله احسن له، لا لنا ولا للناس. بنادم خصو ضروري يطالب حقوق ديالو في هادشي هذا، حتى انا حنا غنبقاو هكذا، زيد السكر، زيد هادي، زيد هادي، ولا ناكلوا الدق حنايا، درويش كامل ياكل الدق. علاش انا بحال هي ما خدامش ولا تسالي البوطه من الكوزينه تقول لي المرا خرج جيب البوطه من الكوزينه باش نخلصها 600 درهم باش نخلصها، فهمتي ولا؟ وانا ما خدامش، انا جالس. يعني باش يرفعوا هما الدعم على البوطه والسكر كما سمعنا، وهذا ما يمكنش، راه يضر المواطن بزاف. ما يمكنش، هذا انا هذا هو رايي انا، ما يمكنش. اذا كانت هذه اراء مجموعه من طنجاويين حول موضوع رفع الدعم على المحروقات. انتم كذلك تقدروا تخليوا لنا او تقدروا تعبروا على ارائكم ووجهات نظركم في التعليقات اسفل الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعه والى الملتقى.